صنعاء توجه تحذيرا لحكومة معين وتهدد باتخاذ إجراءات صارمة إذا لم تستجب لهذا الأمر خلال 48 ساعة. تفاصيل عاجلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أمهلت وزارة الخارجية التابعة لصنعاء اليوم من وصفتهم منتحلي الصفات الدبلوماسية في السفارة اليمنية بالسودان 48 ساعة لإخراج العالقين اليمنيين في ميناء بولسودان وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن. وأقل نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي إن المماطلة في إخراج العالقين ستقابل بمصادرة أموالهم أسوة بالخونة السابقين في رسالة للمسؤولين في حكومة التحالف. وتوجه العزي برسالة لطلاب اليمنيين المحاصرين في السودان قائلا: لكل طلابنا الأعزاء في السودان، لقد حال بيننا وبينكم ملتزقة أوغاد وعالم بلا أخلاق، ولكن سيأتونكم إن شاء الله ما لم يمروا وسنعاقبهم بالقانون، وهذا وعد. وأضاف في تغريدة أخرى: لم أكن أسمح بأي دعوة ضد منتحلي الصفة الدبلوماسية بسفارتنا المختطفة نظرا لتعاون غالبيتهم، ولكن بعد متابعتي لمعاناة طلابنا في السودان صار لزاما إنذار منتحلي الصفة هناك بما يلي: 48 ساعة للقيام بواجبكم، ما لم قمتم به سنحرك الدعوة بالحجز والمصادرة، شأنكم شأن بقية الخونة وعليكم موافاة الوزارة بما يتم. هذا وتواصل الحكومة الموالية للتحالف تجاهل الاستغاثات التي يطلقها أبناء الجالية اليمنية العالقين في موانئ ومدن السودان المختلفة لإجلائهم وسط تصاعد حدة الغضب الشعبي إزاء ذلك. وفي هذا الصدد كان قد نظم المئات من اليمنيين العالقين في السودان وقفة احتجاجية طلبوا من خلالها حكومة رئاسي بسرعة إجلائهم حفاظا على سلامتهم. وفي الوقفة رفع أبناء الجالية اليمنية لافتات طلبوا من خلالها الحكومة الموالية للتحالف سرعة تنفيذ عملية الإجلاء ووضع حد لمعاناتهم اليومية، مستنكرين تجاهلها لنداءاته المتواصلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.